المدير على الفيرمة هذه. بالترخيص. هو يموت عنده مقر عادي كما كاك ولا علاقة به. نورمالمون هذا تتبدل كل ست أشهر، يبقى بالعام ونص بالعميل ما يتبدلش. مقر يجي في 350 مليون حليب كل شهر. قديش يجيبوا له دواء؟ يجيبوا له ب 400,000. احنا امام واحد من اكبر المركبات الفلاحيه المنتجه للحليب في تونس. مساحه ضخمه توصل ل 8300 هكتار. موجود بمنطقه العلم بمعتمديه السبيخه ولايه القيروان. لهنا اكثر من 670 بقره، 300 عجل و350 راس من الاراخي. انتاج يومي للحليب فوق 12000 لتر. رقم معاملات المركب هذا تفوق 9 مليون دينار سنويا. عديد التشكيات وصلتنا من المركب هذا بخصوص وضعيات كارثية قاعدة تصير. اخترنا انه نمشي ونزوره. الاثنين 22 افريل اخذينا ترخيص من وزارة الفلاحة اللي أعلمت المركب بقدومنا. بعد بنهار توجهنا لسبيخة من ولاية القيروان. دخلنا المركب الفلاحي مع 9 متاع الصباح. رحبوا بالفريق الصحفي اللي كانوا المسؤولين في المركب على علم بقدومه قبل بنهار. عملنا دورة في المركب، عايننا الأوضاع ولقينا الدنيا نظيفة. تركز تنظف في الأوساخ، أبقار في صحة جيدة والعلف برسيم أخضر. أدوية الأبقار متوفرة ولو انها بقله، وناس تخدم على رواحهم وكلهم موجودين. وصلنا مشينا حتى للبلاصه اللي يدفنوا فيها الابقار، ولقينا انه الابقار تتدفن بطريقه قانونيه ومنظمه وبحسب المعايير، وهذا اللي اكده لنا مدير المركب. النوسيون شنو يلزمنا نعمله موجود. الناس شنو يلزمها؟ الناس قاريه بالقدام، دكتور فيترينير، وعندنا تو الناس عندها خبره تاع 10 سنين. تعرف شنو تعمل؟ لينوسيون عنده، احنا ديجا عاطين تعليمات صارمة باش المسؤول على القطاع والطبيب البيطري يكون متواجد وقت الدفن. لكن استناو علينا شوية، خاطر الحكاية فيها ترخيص مسبق للتصوير، وكلهم على علم بقدوم فريق الحقائق الأربعة قبل بنهار. اللي ما تعرفوهش، إنه مشينا قبل بـ 72 ساعة لنفس المركب، وصورنا، أما بلاش ترخيص، وبطريقة مفاجئة. المدير يا زعما كيفاش كان الوضع؟ تمكننا انه ندخل المركب وهذه الحاله اللي لقيناه فيها. دخلنا للاسطبل، لقينا بقره ميته عندها نهارين مليمتر وبدات تعمل في روايح خايبه، والتو يستناو في شكون يجي يهزها يدفنها وما لقاوش. البقره عندها نهارين ميته ومطيشه هذيك، يستنوا في الطبيبه سيادتها ما تجيش نهارين، بس صحه لازم صحه للطبيب باش تتلوى. ابقار قاعده تموت بصفه دوريه بسبب قله الادويه. بحسب ما أكدوه لنا عدد من العمال، قر يجي في 350 مليون حليب كل شهر. قديش يجيبوا له دواء؟ يجيبوا له ب 400,000. معناه 400,000 ما يستهلكوا البقر، يستهلكوا في نهارين، و 28 يوم يبقى من غير الواح، عايش على قدرة ربي ذيك ومجهود ما عند الخدامة. عادي ريته معناه هو يموت عنده مقر عادي كما كاك ولا علاقة به. حتى العلف اللي تعطاه للأبقار، علف من الدين، هذا إذا كان ما كانش مقطوع في بعض الحالات. تجي تكلموا كل كذاك هو معدي. تجي تكلموا كل كذاك هو معدي. وتعرف فيه غلم. كذاك الموجود عندي. أصرينا باش إنه يهزونا للبلاصة اللي يدفنوا فيها الأبقار اللي تموت. بلاصة ما تبعدش برشا على المركب وتبعد بعض الأمطار. وهاو كيفاش يدفنوا في الأبقار. جثث خارج على بر. وكلاب تنهش في الجثث بتاع الأبقار. وروايح كارثية. هاني الراس نتاعك، هاني الاخر الراس نتاعك. هاني الاخر، هاني الاخر. هاني الاخر. هاني الراس الاخر. هذيك الحفرة بعد ما تعبت، مش هيك هي بركة. الله يراس البقرة. الله يراس البقرة. مردوك. مش هيك هي هذيك بعد ما تردمت. هذي هاو. هاي.
رجعنا للمركب. الأبقار تعيش في وسط الزبل والأوساخ متراكمة وعملة روايح ما تنطقش. حتى التراكس اللي تلم الزبلة مكسرة وطايحة بان عندها متى. حاجة تصورناها وما زلنا نحب نصور قبل ما يتدخل مدير المركب ويمنعنا من التصوير. يعني كنجي ونلخصوا بين الحالتين، اي بين نصوروا احنا معنا ترخيص وبعلم المسؤولين، وبين نصوروا احنا بلاش ترخيص وبدون علم. نلقاو انه نفس البلاصه اللي مشينا لها وين يدفنوا فيها الابقار. كي مشينا بلاش ترخيص لقينا الدفن يتم بطريقه عشوائيه ولا يتم استعمال الجير ولا عمق كافي للدفن. اما واحنا معانا الترخيص الدفن اصبح بقدره قادر بطريقه قانونيه ويحترم الشروط وما فماش جثث ابقار متناثره. الاوساخ اللي كانت متراكمه بسبب العتب في التراكس اللي مطيشه عندها مده واللي تلم الاوساخ التراكس أصبحت تخت والوسخ كله تلم. البقرة اللي كانت ميتة عندها نهارين في البلاصة هذه واللي ملقاو حتى حد يهزها ويدفن لقيناها تهزت من بلاصتها والدفن بطريقة قانونية. العلف المند اللي كان يتعطال الأبقار أصبح حشيش أخضر وقت أعلمناهم بقدومنا باش نصوروا. يعني الأمور هذه كل تصلحت في 72 ساعة بمجرد أنه طلبنا ترخيص للتصوير وأعلمنا إدارة المركب بقدومنا. في المقابل حاجات كارثية شفناها كي دخلنا بلاش ترخيص ودخلنا بصفة مفاجئة. زعما ينجم يكون هذا الكل مجرد صدفة. لكن الحاجات اللي ما تصلحتش في الحالتين هي القاعة اللي يحلبوا فيها الأبقار. قاعة كلها مربوطة بالتل وحالتها كارثية. لهنا يتحلب البقر ويتجمع الحليب قبل ما يخرج في كمين. هنا يهبط الحليب في بيد المكبوسة بتل. ريتو كياب الحليب يهبط على التل. يا بتعتل عارف مش يا بتعتل. أصل عاملين حديث سد. ما لين نحكي لك بصراحة ويش كان يسير بصراحة. ول أوف ما تنحيل هذي كش تنحيل. أصل هذي كنا حيل التل التيح. كله كم كاتل. حليب ما يتعدىش بتيوات سبيسيال. أما يتعدى بتيو عادي بتعميه مكبوس بالتل مسدد. قاعد حلب غارقة في الماء. ماتريال يزمو يتبدل كل 6 شهور. أما يبقى سنين ما يتبدلش. شوف أخذ الباب كيفاش كل شيء مشدود بالتل. هذوما لي تيو هذوما ريتهم سيار يعملوا في تيوات نتاعنا. شفت كل شيء بالتل. شو الظروف شو الماء معناها شو الواحد وين يحلب رجليه يبقى في الماء يبقى بالساعتين وساعتين ونص يحلب في الماء. بقر يعاني لبرا وسخ وزبل والزنك مش مغطي وزيد يدخل هنا تشوف كيفاش الحال. هذه معناها هاي شوف هذه قبليات هذه تركب في الثاني نتاع البقره. نورمالمون هذايا تتبدل كل 6 شهور. هو هذايا يبقى بالعام ونص بالعميل ما يتبدلش. من هذايا نجر عليها انه البقره تمرض مامي تولي الثدي نتاعها يقطر بالدم.
العادي اللي يلزم يكون انه البقر يتحلب في قاعة نظيفة ومجهزة كما هذه، قاعة تستجيب للشروط الصحية بماتريال نظيف باش الحليب كي يوصل للناس يوصل نظيف. اما الوضع في المركب الفلاحي بالعلم الامور تختلف. لهنا في واحد من اكبر المركبات الفلاحيه في تونس الشروط الصحيه مش محترمه والنتيجه خطر صحي على العباد، ورغم التصريحات متاع المسؤولين اللي تفن فانه الصوره بعيده برشا على تطمينات المسؤولين.